القصه ابتدت من 2012. ابتدت الاول اكتبها فايد زي شورت ستوريز على الفيسبوك، اجزاء بنزلها زي في نوتس بتاعه الفيسبوك. وبعدين واحده واحده لقيت ان القصه ما بتخلصش، بالعكس بتزيد، وبيزيد التفاصيل بتاعتها، بتزيد الشخصيات. هم اكشلي العصبه بتتكلم على 6 شخصيات ابطال خارقين من باك جراوندز مصريه مختلفه. فكنت بمسك اوريجن او اصل بتاع الشخصيات دي وببتدي اكتبه، فلقيت القصه عماله بتزيد والاشرار عمالين بيزيدوا والعالم عمال بيزيد. فقررنا ان احنا هنتحول من شورت ستوريز لكوميك بوكس. وانا جه دور ماجد هو رايتر معايا وهو كوفاوندر معايا برضو من ناحيه ان هو اللي مؤلف الكاركترز معايا. وفي نفس الوقت قرر ان هو ياخد الموضوع بشكل اكاديمي شويه، في حته ان هو يبقى بيدرس الموضوع. طب ما نحول الموضوع من مجرد ستوري مكتوبه لبانلز وكادرات في كوميك بوك، زي الكوميك بوكس الحاجات اللي هي زي ميكي او كده. فبقينا بنكتب القصه عباره عن كادرات. وبعدين دخل معانا احمد رأفت هو كاركتر ديزاينر بتاعنا، هو اللي ابتدى يصمم الشخصيات من ناحيه الرسم. وابتدينا بعد كده نرسم اول عدد نزلنا بيه في كايرو كوميكس 2014. هو في كوميكس كتير دلوقتي موجوده اندر جراوند في مصر. احنا شويه الكوميكس بتاعتنا هي الكوميك الوحيده في مصر اللي واخده شويه حاجه اسمها الامريكان ستايل. الامريكان ستايل اللي هو في الرسم، اللي هو شبه شويه باتمان وسوبرمان. اه هم ممكن يبقى مرسومين بالطريقه اللي هي الامريكان ستايل، بس احنا في الاخر وي هاف اور اون ستايل، اللي هو الستايل بتاعنا، لان احنا حاطين ده في الاصول بتاعه ابطالنا. فمين ابطالنا؟ مثلا احنا عندنا حورس ده اللي هو ممكن يبقى من اصل فرعوني، وفي نفس الوقت عندنا ميكروباسجي اللي هو ممكن يبقى سواء ميكروباس. فاحنا وعندنا بقى الولهان ومريم، يعني مريم بتشكل العامل اللي هو الانثوي في المجتمع المصري. عندنا كذا شخصيه، عندنا كاف، عندنا الالفا. فعندنا كل الشخصيات دي، الست شخصيات بتوعنا دول المفروض ان هم بيتناولوا كل حقبه مصر مرت عليها بشكل معين. يعني لو ميكروباسجي ده شخص ممكن يبقى شويه ما عندوش معرفه، ولكن في نفس الوقت هو شخص متواضع بيحب ولاد البلد وبيحب الشارع وبيحب الناس في الشارع. حورس ممكن يبقى ما عندوش الحته دي، بس في نفس الوقت عنده المعرفه والذكاء والكلام ده كله. كل دي حاجات موجوده في مصر. ففي الاخر احنا عايزين نوصل له انه الناس لما تقرا العصبه تشوف نفسها في اي بطل من دول، يشوف هو نقطه ضعف فين، نقطه قوته فين، ويحاول ان هو يبقى بطل حتى لو هو عنده نقطه ضعف. فاحنا هدفنا ان، وده بيسموه ستوري ارك، فاحنا هدفنا ان احنا بقى بنخلص في كل مجموعه اعداد مع بعض ستوري ارك، ممكن في الاخر لو القارئ عجبته يجيبها كانها روايه في يوم من الايام او في وقت من الاوقات. ده البروسس، يعني بيبقى مينلي من خلال السكايب، وبيبقى مينلي ان احنا بنبقى ماشيين قصه وبعدين كادرات وبعدين رسم. يبقى عندنا زي دور نشر مختصه ان احنا نبقى بنعمل كوميكس مصريه بتتناول مشاكل المجتمع وتبقى قريبه منه، ومعانا كتاب ومعانا رسامين وقادرين نوفر ده عشان نقدر نوفر انترتينمنت للناس، وانترتينمنت جواه معرفه.